تجيبك الإيزيدية لكرة القدم وبطولة الشهيد في حميد هنا في استاد الكبير في استاد في المحافل الكبرى لقام العيار الثقيل ستجمع بين الشباب خالصور والشهيد عامر في قمة نارية كروية لحظات قليلة ومباشرة إلى أرضية الملعب لنشاهد هذه المباراة الكلاسيكية القمة الكروية الرائعة جدا 11 حزيران 2020 كرة القدم لعبة الكبار. نعم شكرا لكل من ساهم في افتتاح هذه البطولة باسم الشهداء. الله يرحم كل الشهداء إلى جنات الخلد إن شاء الله، وخصوصا الشهيد كير حميد. أصدقائي المشاهدين، دقائق قليلة وصار برفقة الزميل حميد القيراري وبرفقة مجموعة كبيرة جدا من أخواننا هنا قوات السعيش يزيدي خان وكل القوات الحكومية المتواجدة هنا في أرضية الملعب، وشكرا للكل وكل من ساهم لإنجاح هذا العمل الرائع جدا. إذا سننتظر وبعد قليل أيضا دقيقة الصمت على أرواح شهداء الأبرار الذين ضحوا أرواحهم لأرض سنجار وأرض إزديخان وكردستان رحمهم الله إلى جنات الخلد إن شاء الله. كنا أبناء الشهداء ويجب أن يكون صف واحد ويد واحد لحرق الكفار والذين اغتصبوا أرضنا وعرضنا إن شاء الله. تكون بداية كلاسيكية وتحية لكل من حضر هنا لكبار كرة القدم ولعشاق المصورين والقوات الشرطة والمدنية والقوات السعيش يزيدي خان، وتحية لناس الكل صغارا وكبارا. إذا حان الآن للوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء يزيدي خان وكردستان وشهداء العراق. شكرا لكم جميعا، الشهداء أكرموا منا جميعا، كلنا أبناء الشهداء وكرة القدم والرياضة هنا في خان الصور تتجدد. والحلقة الأخيرة المثيرة سنتحدث عن التاريخ وعن الذكريات. دقت الساعة الغضب أصدقائي المشاهدين، حان الآن لنشاهد ونتابع القمة الختام. كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى المتعة الإثارة والفن، فرجة ممتعة للجميع ولكل من حضر هنا. سنتابع وسنشاهد أحداث هذه المباراة المثيرة الكبيرة جدا بين الكبار بين النجوم. إذن الكل ينتظر لسافرة الحكم. حان الآن للانطلاقة والمشاهدة بهذه القمة والملحمة الكروية، المعركة الطاحنة بين الأسود وبين الأصفر في ديربي جميل جدا، وبعضهم أشقاء وأخوة من عائلة واحدة من سلسلة واحدة. إذن أجواء هستيرية، أجواء طبيعية، أجواء كلاسيكية. الرصيد وانطلق الكرة، والكرة تذهب للحارس العملاق. عمالقة كرة القدم هنا يبدعون من أجل التاريخ ومن أجل التقدم ومن أجل رفع الرؤوس والكؤوس. أيمن الميرسة هاس الكرة إلى الغزال الأسمر سفيان الهماني، الكرة للرصد جلال يبدع وللكابيتانو بعد غياب طويل وغامت سهول، والآن يعودون إلى القمة.
العصب الاخضر تناديكم بخانة سور، تحييكم من ارض العز والكرامة، من ارض سبورت، سوبر سبورت، سوبر مان في عاشق الزمان، يشبه الطليان والاسباني والالمان. هنا كرة القدم هي كارة هيتشكوكية هيستوريكو يا سادة، عدنان وليس عدنان درجال، وانما العدنان المتين. وهنا لمسة يد على عدنان، والمدربين والمصورين والصحافة والحكومة والمدنيين والكل ينتظرون عشاق كرة القدم صغارا وكبارا يا سادة. هنا الجلد المدور والساحر المستديرة وجها لوجه في قمة الكلاسيكو. الكرة مرعبة، الكرة غدارة، الكرة مغوارة، كرة تعود. وهذا الاعتزال في اليوم الأخير، سأسكت قليلا يا أيمن العكيش أنه المدرب واللاعب 31 عام على بعد 16 سنة من العتاة في ملعب الكبرى. البكاء ليس حلا، والنجوم الكبار غادروا كرة القدم على غرار بيلي جوارد السوداء ومارادونا. واين زيدان وبلاتيني؟ مرعب، الله الله يا كبير يا خير، مش ممكن هذا الطوفان، هذا الرايه هو الليستر الذي يبدع في كل مباراه. بعد 300 مباراه و77 جول، المباراه بلا اجوال مو حلوه. شيخ المدربين العراقيين مؤيد البدري، انما كان مدربا ورئيس الاتحاد العراقي لكره القدم. اذا يوم للتاريخ وليس للنسيان. هؤلاء النجوم وكذلك جمهور جميل جدا والطبقه الرائعه جدا، كل من حاضر من المنازل من البيوت لمشاهده هذا الحدث الشهير، هذا الحدث المثير. إطار هيتشكوكية اسود اسود عدنان، ولكن كابيتانو سليماني يقول لا، يقول كلمته، يقول لا. هناك مدرب كبير جدا بركات الرائعة بالنسبة للخواصات الصفراء، وكذلك المدرب عامر الرائع والمتألق في كل مباراة. هيتشكوكية المباراة كلاسيكية، بداية كلاسيكية. هنا ممنوع الأخطاء، السلام السلام العمري يمشي السلام. آخر سورة المعمورة، كرة حتى هذا والحارس يبعد الفترة على الباب. العباس القناص، قناص قناص قناص، ممكن يضرب ساعة ولكن يبعدها من حمو، يبعدها من العملاء. طوفان الكرة تخلص تخلص الأقرب هو سفيان، هو القوي بدنيا، هو الرشيق، ويشغل كثير من العمالقة في كرة القدم، وزراء الدفاع في كرة القدم. بس كثرة زراء يتحرك هذا الوحش، يتحرك ميكون، يتحرك عاشق الشباب، يتحرك ويضرب الكرة بعيدة من المايسترو، من الأمير، من مواليد كرة القدم، من مواليد المدينة، أبناء المدينة أكثريتهم. وهناك صفارة، صفارة الماجدي من بعيد يعيد الكرة إلى السورة الحديرة. شكرا لياسر قيراني حمولة الكاميرا، وحميد وعفن عدنان وعفن القيراني، وكذلك شكرا للزملاء، شكرا لكل من حضر هنا في هذه المباراة في هذا الكرنفال الكروي، بطولة الشهداء الله يرحمهم، إلى جنات الخلود إن شاء الله. إذا نستلم الكرة، مهارة، إثارة ما بعد الإثارة، سيدور ممنوع المرور، اخطاء ممنوعه. السليماني والكابيتان، كره مشتركه، يحتسب الرشيدي الكره للسليماني، والكابيتان حمو السرحاني يعترف، والرشيدي قريب من اللقطه، قريب. الكره ثابته، كرة ثابتة خوافة وغدارة، ويحتاج إلى قناص، يحتاج إلى هدف يضرب كرة سادة، كرة يتقهقر. سفيان يضرب الكرة بعيدة من الباب، تصويبات يجيب الابناء. هؤلاء اللاعبين كوكب رائعه جدا من النجوم يلعبون اليوم كره القدم في المباراه الختاميه، المباراه النهائيه الشديده. يجي خلوها مرعب، غداره والحارس برافو يا سالم يا كبير، هنا غداره ويستر يضرب صح. آه يا بابا يا معلم يا معلم يا كبير، اولى نداء، مش ممكن كره العارض حسن حدهم، والكره لم تتجاوز الخط، والكرة لم تدخل الشباك، لم يعلنوا الهدف في زمن الكبار. مرعب المباراة، مرعب، تفاهم كبير، تفاهم كبير. عباسي عباسي يا عبد الله، تبارك الله، تشبه الكرة الهولندية غدارة، ضربها الطاحون
الحارس يقول لا ولف لا، انت لا تسجل هنا الكره مرور، ولكن الكره مرت وعدت بسلام. اذا وحده وحده لمسه بلمسه سحريه يا كتير يا مايسترو يا معلم وصفيان في الوقت المناسب. الغانمي مروان الدفاع الشرس المحترم الصخر الدفاعيه، اسماء لامعه اسماء رنانه يغنون اجمل الاغاني هنا في استاد الكبار في استاد الخان السور في مدينتهم في عقر دارهم في سنجار الحبيبه في ارض الحضاره في ارض الكبار في ارض الاباطره في ارض الاساطير. أجمل صورة أحلى حكاية حكاية الزمن الجميل. هنا استلم يعتز الحلقة الأخيرة هو الكابتن والسوبر يعكي السليماني. السليماني يرسل الكورة عدنان بالرأس يا بعد الكورة سيدور مي الحقشي نجوم كبار وسبقهم لعبوا بعضهم البعض في كثير من المواجهات يعرفون روستا من شنغال. الكورة براسية وأيمن الميرزا أبن أسطورة كرة القدم منتخب السنوني سابقا ميرزا علي عطيش الرائع للشباب بأسماء الرنانة ضربة ثابتة هدف أول الشم رائحة الأهداف حكاية الزمن الجميل. يضرب روستي والحارس يا سالم يا سالم يسلم يدك مش ممكن يسلم اليدين والقدمين. الله فتاك فتاك سلاح قوي المرعب يضرب كرة الساحة. الله 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 برافو برافو مش ممكن ولدينا حارس حراس كبار يا سادة حراس كبار. يوم اليوم لك وهذا اليوم هو يوم الحسم ويوم التاريخ ويوم الذكريات لكرة القدم الشعبية بطولات رائعة. بارك الله بكم وتحية لكل من ساهم لإنجاز هذا العمل للزميل علي وكذلك بالشهداء رحمهم الله بطولة الشهيد فير حميد وكذلك تحية لكل من ساهم لإنجاز هذا العمل الرائع جدا عمل كروي جميل للتواصل وكذلك السلام والمحبة اللي غرس في نفوسهم. الرياضة متعة والرياضة هي السلام والمحبة والاجتماع والرياضة هي فلسفة راقية جدا يوحد الشعوب والسلام. روستي روستي غدار يتقدم ولكن لا خوف عليكم طالما لديكم هؤلاء الشبان من أرض الحضارة من أرض السنجار. طبعا نجوم كرة القدم يلعبون كرة جميلة كرة حديثة يبدع هذا يبدع يتألق يرسل ممتاز برافو عليك ويقطع بالراسية بطريقته كالعادة كالمعتاد. هو يعرف في هذه المباراة كيف يلعب وفي أي طريقة. السلام والوحش الكروي المدمر سيدور سيدور في استلم الكرة يبحث عن ثغرة وبالكابيتانو سليماني. هنا كرة إثارة بين الكباتنة وصراع بين النجوم. هنا العباسي العباسي رساس تماس مش ممكن يا كبير في دور الكبار. مهرجان هنا سيدور يضرب كره وعدنان عدنان عدنان هو جدار خان السور هو تشبه بجدار برلين يشبه بجدار برلين زميل تحت مباراة مثيرة مباراة هيتشكوكية في قمة كروية رائعة جدا لحد الآن. سفر سفر شباك لم تهز لحد الآن. كرة طويلة راسية ولا العطيشي ايمن يبعد الكره يبعد الخطوره سيدور. شكرا لك زميل عزيز. اذا اجواء حاره واجواء ايطاليه بارك الله بكم وكل التوفيق لكل من حضر هنا. اذا ضربه ثابته ويعيد الكره اجمل ريان في هذا الزمان يرسل كره طويله للقناص البارع. خمسة أهداف خمسة وخميسة خمسة لسيدور وخمسة لميتون. من يسجل السادسة العباس يرتكب خطأ من مروان الغانمي. سلامات جيل ذهبي جيل جميل جدا يلعب كرة قدم جميلة حقيقة يبدعون في الملاعب العشبية ولا في العشب الاصطناعي في المستطيل الأخضر. سنتابع لحظات وحضور جميل جدا حضور رسمي وحضور شعبي عشاق كرة القدم صغيرا كبارا. ضربة ثابتة للفريق الأصفر. السليماني ماذا في جعبتك الرصاصة قد تكون لا يرحم
قد تكون صعبة. في هذا المكان الحادي عشر من حزيران. طبعا أجواء صيفية عادية طبيعية حارة بدرجة الحرارة 41 فوق السماء السنجار. إذن عبد يعاني من الإصابة. سيعود الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم لقاء الأندلس. ليان بيتيسيس يستهدف تشكيلة في الساعة الحادي عشرة بتوقيت بغداد بتعليق لسمير عزيز المعلق الكبير. إذن كرة شعبية هنا نحن في أحداث مثيرة في قمة ختام نهائي بطولة الشبيبة الإزدية لكرة القدم وتحت اسم الشهيد الكبير المراد المنتصر الحي في قلوبنا جميعا الشهيد بير حميد. وتحية لكل الحضور وتحية لكل من حضر هنا. طبعا ضربة ثابتة هنا الآن للفريق الأسود الشهيد عامر يضرب كرة صح ولكن كرة تذهب إلى الركنية كورنر أول ركنية للفريق الأسود. الأسود يدافعون يقتربون نحو المرمى والغواصات يقولون لا ولف لا. حضور من النجوم الكبار طبعا من كل المجمعات طبعا اللاعبين الكبار من تل عزير. طبعا هناك لاعب رائع للشيخ جميل وزيدو وكوكب رائع جدا من خان السور ومن حطين ومن سنجار. طبعا مجد الفنان وقيس وكوكبة كبيرة جدا من الجيل الحديث ومن الجيل القديم ومن المخضرمين. تحية بدون استثناء لكل من حضر هنا. نحن سنفرح في مثل هذا الأجواء. بسبب الفيروس اللعين بسبب هذا المرض اللعين الذي وقف العالم عن العمل الاقتصاد والرياضه هنا كره جول ولكن قبل ذلك سفاره لرامي الرشيدي خريج كليه التربيه الرياضيه من جامعه الحمدانيه في الموصل. اذا ضربه ثابته وخاضر في اكثر من 400 مباراه حكم رائع وهادئ ولديه خبره رائعه جدا وحكم عدول حقيقه. ضربه ثابته برفقته سدنان الماجدي الحارس المنتخب هنا يضرب صح والكره بعيده كره زاحفه قاتله ولكن ذهبت وخيرت مصاريا بر المرمى للحارس. 0-0 في الشوط الاول في مباراه هيتشكوكيا هيتشكو خان السوري يمسلسل المكسيكي المدار 86 الجمهور المكسيكي راسته لا فرصة ذهبية كلاسيكية ضاعت بين أقدام روستي القادم من سنجر القادم من الديار ولكن الكرة مش ممكن كرة حارس الحارس العملة يا سالم الفنان سيدورف يشن الغارة الكهربائية سيدورف ماذا يقرر الحكم قريب ويقول لا شيء يقول تمويه ويقول كرة للفريق الأسود يعيد الكرة يعيد الفرة ما هذا أي ماتش هذا أي كرة هذا أي لاعبين هذا كرة جميلة كرة تبتسم كرة للكبار كرة للرجال دوري الابطال في اليوم دوري الابطال هنا يا لها من رجوليه الشجاع جدا دوري الحره سيدور يتوغل الغانمي يحتسب خطا اول ورقه صفراء على عدلان لاعب الرائع ولكن في بعض الاوقات لاعب خشن المدافعين بهذا الشكل. اذا ضربة ثابتة في المعسكر الاسود للفريق الاصفر. شكرا لزميل سيف الحليقي كذلك ايضا زميله مجدل. اذا ضربة ثابتة للحضور معنا في هذه المباراة والسهر الحليقي عشاق كرة القدم السلامة يعاني الاصابة احد نجوم كرة القدم المشارك في هذه البطولة. أكثرية اللاعبين المميزين شاركوا في البطولة واليوم الحلقة الأخيرة بين هذين العملاقين الكبيرين
مرة ثالثة أهداف فقط يتسلم أهداف. وعدنان يؤجل كرة السليماني. كرة السليماني كانت رائعة بمرة قوية وسبق له عنده أهداف. هو غازي الشباب، هو المرعب على طريقة روت جليل وعلى طريقة نجوم كرة القدم العربية. الساحر الفنان عاشق الزمان هنا روستي، هي لها من كرات روستي، يبلع روستي، يتقدم. جلال هو جليل، هو الرائع، هو هادئ وخلوق وسيدور في الرائع، سيدور في الفنان، سيدور في يتقدم. غارة 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 هنا خطيرة. والكرة كورنر من الحارس المتألق، من هذا الهادئ، من هذا الشجاع، من هذا العريم الآمن. هو للأسف هو المتعجرف. كرة مشتركة بين العملاقين، بين صاحب البنية الجسمانية، يتقدم هنا الدرنبول، كرة يضرب والكرة بعد، كرة تبعت من هذا المتوحش ويشبه بالروميلو لوكاكو الدولي البلجيكي بال 25 سنة. هنا ضربة ثابتة، جلال روستي، روستي الفنان يبدع يوزيع الراسية. مش ممكن كرة ذهبية، ولكن كرة مرت وعدت. لم يتعامل الكابيتانو مع الكرة وهو غدار بالرأس، هو غازي الشباك بالكرات الرأسية. هناك حبيب حارس الرائع والمتألق حاضر، الحبيب للخان السوري. إذا سأسكت قليلا، إذا يغادر يودع، هي آخر مباراة له. أسطورة حية في أرض الأساطير، هو الرائع أيمن العتيشي ابن الأسطورة، ابن اللاعب الكبير ميرزا العتيشي. إذن تمنيات له التوفيق، كل التوفيق لكابيتانو، رائع جدا للصفقة لهذا اللاعب الذي وضع الملاعب. كل التوفيق للوداع، تمنيات له في التدريب إن شاء الله. ولا المدرب للمنتخب سنوري لكرة القدم لاورا الأخيرة استلم المهام. إذا كل التوفيق للجميع. لحظات كارثية، لحظات كلاسيكية، المتعة هنا، فرجة جميلة جدا. لحد الآن مباراة كبيرة بالتنظيم والحضور يحتاج الى الانسجام. والمباراة ما زالت جارية. دخول لهذا اللاعب بدلا خديجة علي، بدلا من ايمن العطيشي الذي وضع كرة القدم بلحظات. المحرك الاستندر وكرته قوية، والكرة لم تصل إلى كابيتانو على أساس أن تصل كرة إليه، ولكن كرة ذهبت إلى الفريق الأصفر الغواصات. سيدور ما زال سيدور سيدخل التاريخ في أوسع أبوابها في هذا الزمان في هذا المكان. ضربة ثابتة، والأوروبيون ميشيل بلاتيني والأفضل في العالم البرازيلي جونينيو صاحب 45 جول. سليماني الله يا سليماني أخطأ وفشل في تسجيل بكرة ذهبية، هو وحده أمام المرمى، ولكن في هكذا مواعيد يعني ارتباك شديد والخوف والقلق في نفوسهم. يعني لاعب كرة القدم أيضا يحتاج إلى التركيز، يحتاج إلى النفسية، يحتاج إلى التشجيع، يحتاج إلى القوة والمساندة والخبرة في كل هذه المواصفات. كرة القدم أصعب وأحلى شيء في نفس الوقت أكثر شعبية. كابيتانو يبحث عن صورة بعد الغياب الطويل عن الملاعب، يعود إلى مكانه الطبيعي، يعود إلى حجمه الطبيعي، حجم الكبار. يرسل كرة عدنان، مروان الغانمي بصعوبة كبيرة، سيدور في الحقة، سيدور في الحقة، عباسي 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 عباسي، يفشل. لم تصل كرة إلى سيدور. سيدور كانت ينتظر رسالة قصيرة، اس ام اس، رسالة قصيرة إلى سيدور، والتفاهم
الحب والسوء والتفاهم يضرب كرة والرأسية عدنان. عدنان هو البرج، عدنان هو يقف في وجه هؤلاء اللاعبين المحترمين الرائعين بشراسة كبيرة. ضربة ثابتة يضرب الغزال الأسمر من وحش، وكرة عالية، كرة قوية، أقدام قوية، عنده أقدام قوية ذهبية، عنده أهداف. هو القشاش سفيان الهماني، أسماء جديدة وأسماء قديمة وأسماء ممتزجة وأسماء ذهبية رنانة، يحتاج إلى المواهب، يحتاج إلى التشجيع، يحتاج إلى الكثير والمزيد للوصول إلى الحل الذي تتمناه اللاعبين والكبار. خط واضح، هذا المفيد الوحش، هذا الذي القاهر الكبار، قاهر الكبار هو لوكاكو، يشبه بالكبير من مواليد الكونغو الديمقراطية والمنتخب البلجيكي والهداف الثالث منتخب بلجيكا مارك فيلموتس، ساحب هدفين منتخب بلجيكا على منتخب ماتسي في مونديال فرنسا 98. هنا الغانمي والكرة تذهب إلى ضربة مرمى 55. أجواء بدأت تكون أجواء معتدلة وأجواء جميلة، فرق كبيرة مرت بها على صور نجوم الخضراء والفرق، فرق تحدي شركان، فرق كبيرة جدا بأسماء ذهبية، أسماء لامعة، أسماء للفريق الأشقة، فريق الكبير. أيضا كان هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين ومن المدربين ومن هنا كرة، الله الله، كادت تكون نيران السفينة، هي الكرة الأولى، إصابة الأولى لم تكن في هذه اللحظات. أجمل صورة في المعمورة، خطورة كل الخطورة، خطورة كل الخطورة، خطورة، نار 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 بأقدام الكبار، يضرب الكرة السلام والكرة بيضاء. لحدنا ما فيش حد أحسن من حد مثل ما يقول المصريين، لحدنا فريقان متساويان في الميزان، صفر صفر، قد ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. يستلم الكرة هنا، يحتاج إلى اللياقة البدنية، يحتاج إلى التركيز، يحتاج إلى التفاهم، ويحتاج إلى طبعاً الوجود الكرات المتبادلة. روستي كرة السلام مشترك، هذا الوحش المايسترو، مايسترو قد مايسترو، ماذا في جحفتك تربون وحش، والكرة يخطع، والكرة تخطع من هذا الرنان، أسماء رنانة، أسماء كبيرة يبدعون مهارة جدارة بتعدي، يجرب كرة بعيدة، يجرب حتى سيدور، يجرب حتى هذا، والكرة من هذا الجوهر النبيلة يغني في كل ملعب، يبدع في كل مباراة. والكابيتانو في الصورة عدنان المكير، عدنان الرائع، وهذا مايسترو، هذا المعلم، يخطط الرسام، يشبه بابلو بيكاسو الإسباني الشهير من الرسامين الماهرين المبدعين، يرسمون أجمل لوحة فنية رياضية في مدينة خانسور. المستطيل الأخضر تناديكم، خانسور تحييكم في أرض العز والكرامة، في أرض الحضارة، في أرض الأساطير. الله الله، هذا جميل، وذاك أجمل وأجمل وأحلى، ما أحلاكم، ما أحلاكم، ماتش كبيرة، ماتش كبيرة 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 جدا جدا، ينقسم أهداف، ينقسم أهداف، أي ماتش هذا؟ توقعنا أن الماتش بهذا الشكل، بهذا الروح، بهذا العزيمة والإصرار، دمار دمار دمار، نار 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 في كرة القدم خانسور. هنا جول جول جول، انغاد سيمر في المباراة، فأصبح العباسي، العباسي يفتح التسجيل، يلون الأهداف، مش ممكن يا معلم، يا إمبراطور، حتى الكرة في أجمل صورة في المعمورة، أنه من السود وغابة السود، مش ممكن عباسي يفتح باب التسجيل، هو للأهداف، هو للإصابة، يا معلم، حتى الكرة في المكان الصحيح، يتجاوز الخط، يتجاوز الحق، إذن بدل النتيجة، تتخيل النتيجة 1-0 للفريق الأصفر في هذا الأثناء، وأجواء ميتالية، أجواء بديعة، أجواء كلاسيكية. هنا مرة عدد صعبة، الله الله، يا سلام
يسلم رجلك اي فلسفه خرافي. وهنا المايسترو يتقدم خطا على سليماني كابيتانو، كابيتانو حكم المباراه رامي رشيدي وارتحمنا على الكباتنه. اول مره في تاريخ كره القدم الكباتنه الفريقين يضربون في لقطه واحده، يدخلون التاريخ، الكبار يدخلون التاريخ في اوسع ابوابهم. السليماني وكذلك السرحاني هنا ابدعوا في كره القدم. اذا هناك لاعب اصابه، اصابه للسلام الخلفي، يعاني سلامات. اجواء كبيره وحماس كبير جدا، طوفان وزلزال كروي مكهرب في كره القدم. إذن ورقة حمراء لكل من كابتن الفريقين السرحاني والسليماني. إذن تسقيط في كرة القدم قانون شديد، سيدور في كل روح رياضية عالية، ينزل الكرة إلى الطريق الخصم. إذا النتيجة عباسي واحد، سيدور حمراء لحد الآن متأخر في النتيجة، ولكن المباراة لم تنتهي، ما زال الشوط الأول في نهايتها ولم تنتهي المعركة، المعركة ما زالت في الشوط الأول والمعركة تتحرك والنجوم يلعبون كرة حديثة وكل شيء ممتع في كرة القدم. كرة القدم لعبة الكبار، كرة القدم متعة الكبار، متعة الصغار. راستي والرأسية الصفيان، هو الصفيان وليس الفيكولي، وإنما الصفيان الهماني في العالم التالي. كرة الشعبية تتطور، سمير الياس في حمولة الكاميرا، أجمل صورة هو المصور، هو الشاعر، هو المبدع، هو الفنان قحطان القيراني. ونشكر الكل، قوات الحكومية، أصايش إيزيدي خان في كل مكان، هنا الأبداع، الإثارة، يبحث. أوه الله الله الله، هذه كراته، هذه كراته، مدمر هذا، مدمر هذا. إن بحث عنه الفرصة وإن سنحت له الفرصة يسجل، هذا لا يرحم. سيدور مبدع، سيدور مهاري، سيدور بتوخل، عباسي ساحب الإصابة، هو الجميل، هو المتألق، ولكن المايسترو هو الأجمل في هذه اللقطة، هو الطويل، المدرب هو العامر الرائع المتألق، هو الدكتور وكذلك المدرب الاخر اسطوره كره القدم بركات. هنا يتقدم كره ما فيها شيء، حكم المباراه وتمويه وضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره في سلسله متاخره لسيد الحكام رامي الرشيدي. رجل حمداني كره القدم، شكرا للزميل علي، بارك الله. مونديال اسبانيا، ماذا في جوجتك؟ الرصاصة الأخيرة للألمان في سياق الطليان، ولكن انتصر الطليان على الألمان. سيزور عباسي ستيات يوغوت مرسح، ولكن هنا جدار حديدي، جدار كبير، عمالقة المدافعين. يرجع الكرة سيدور، سيدور في الواقع هنا المهاري، هنا وحش يتقدم، يتقدم وسيدور في الحق يربح خطأ، يربح خطأ لهذا الهامرز، لهذا الفتاك، لهذا قاهر الحراس، قاهر الحراس يا ناس. ضربة ثابتة، ولكن لدينا مدافعين أقوياء، لدينا الخبير سليماني كابيتانو، لدينا الخبير سفياني، لدينا خديدة بن علي، لدينا الكثير من المدافعين الأقوياء في كرة القدم. هنا غدارة صعبة والكرة مرة تعدد. غياب للزميل سعيد مامو الرائع جدا، عاشق كرة القدم. إذا من كل مكان، من كل مكان، طوفان هنا في هذا الزمان، هنا كورنر يرفع توزيع كرة بعيدة. عدنان ركز وفكر ماذا في جوابتك. كرة القدم يحتاج إلى التركيز، خصوصا في المباراة الكبيرة، في اليوم الكبير، في المشهد الكبير، في الحدث الكبير، هنا في الحسم الأخير، المعركة الطاحنة. كرة القدم دخول لسلام الحسني، دخول للاعب مهاري، دخول بدلا من السلام الصغير، السلام الكبير، كبير بالعمر وليس بالفلسفه الكرويه وليس بالفن. لاعبان كبيران جدا، ولاعب رياضي ورائع جدا، ولا صح يا جوب صح، والكره يا سلام.
عليه وسلم. ممكن هذا، ممكن في أي لحظة. هو خبير، هو هداف، ولكن فريق الأسود ما زال يهاجم، والكابيتانو يطلب من هذا الهامرز. الهامرز يتوغل هو بوحده من بين ثلاث مدافعين، من الصعب المرور والعبور إلى الهدف. من سيغني أجمل الأغاني؟ هنا لواعيد كبار لمنتخب سنوني لكرة القدم، الدرنبول الساحر قاسم الجدعاني ولوكا لوكادان، وهنا صافرة الكبير رامي الرشيدي. عمل دؤوب في رياضة كرة القدم، أهم شيء الروح الرياضية العالية والتسامح والتعاون، مطلوب يعني ضروري. على فريق خارسور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة جميلة ومباراة دخلت الأراضينا رائعة جدا من الصيحات الجمهور. إذن مبادرة رائعة جدا يأتي لأخ الشهيد والمرحوم رحمه الله، رائعة جدا بهذا الأداء وبهذا التسافع وبهذا الروح، تبارك الله، يستاهل كل خير. إذن مبروك للجميع، مبروك للكبار، مبروك للصغار. يتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة في الماتش، ألف مبروك لعدنان ومبروك للجميع طبعا. الآن الدور إلى الفريق الثاني، أرجو من الفريق الثاني الوصيف شباب خارسور لاستلام جوائزهم من السليماني في أرض الأساطير وإلى العاشوري والجوهر مارك سرحان صلاح حسن الحارس المبدع والمتألق عدنان وأفضل لاعب في الماتش، والبرة الياس البرة الرائع والكررس الرائع والمتألق ميتون الغدار وكذلك كافيتان سوفر لحمول السرحاني. إذن كلنا عائلة واحدة وكلنا يجب أن نتعاون بالرياضة وبأسلوب جميل. سليمان رفوما ايرو دورة سرنابي شهيد بير حميد بو الخانة سوري بو اف دورة شاردة فريقة هذا تسبيكرين دور مجموعات بو بشتر اسقاط فردي بو فريق الشباب خانة سور وفريق الشهيد عامر ايرو مبارتاني هاي بو فريق الشهيد عامر شارب سيش فريق مبا فريق الشباب خانة سور ام بجن تسخوشي ملوي فريقي تكيني مستحق بو وام جد كيف خوش يعني ايرو لعبك وسا خوش شو سرا بتنسيقها هفالا وبتنسيقها إيكاتيا جواني الإزدي يعني هدفها ما أجفي بتولي نمت بجن متعكا التابيب وكرة القدم بو هدفها ما أم إيكاتيا جواني الإزدي الشنغال دا أم بيترم يقو دوناز بكن وأم فيقرا باللعابن واتفاقوا إيكاتي بيترني مدى شي ببي هدفها ما أوا ومشاهده خبير بينن أم قلق سباسيا إيكاتيا جواني الإزدي تكن إيرو في درفتي الرابو دورة قوسة سرنا في الشهيد ما وفخرش مرة أم وسا مبارتقة وسا خوش بلعبن سرنا في الشهيد إيزت خاني أم باش ناخل بر شهيد هذا أجمين أم شهيد خوش بير ناكن وهر شب نبتني تابجي بي أم شهيد خوش بير دين وش بونا شهيدا أم إيرو أم الفر لعبن أم نانك يتخونو وكدو تعبا شهيدا أم سر بيعينا وقلق سباش شو أجرا ولا بانقاما كديج شواني إيزدي هيا يعني اوجي بانغوازي الجواني ما الكمباب كان يعني ايرول فير امبيشن دوره د سبيد كان يعني حريه مثلا فيدري شي مشكله نينين خلقي ما مثلا الفير ايرو از بيج ما تذكر مشم هزار خانه سوري مشاهده ما هون وقت جمهور هون بلكي مسور جي دايتي يعني وزورافاي هذا فيدري وداخل شنغال جي ايرو هذا جبر مارتا ما ببينين وكالكس باش وجهه نابي من روشاتا يعني ام نهال خانه سوري ام وقا شباب مثلا ايد ازدي ام هاتينا مثلا بكو بوينش بكو دورك السر نابي شهيد بحميد هاتا مشاندين ام همو شهيدا بيرتينين يعني دورك مثلا شو مثلا خوش درباز مثلا بكيف خوشي بو مثلا ايلو داويا ام براتي
برای تحرار داوی یعنی شهید عامر و شباب خانسور بون یعنی پر مثلا ملد او لیکوم و پر بی کیف خوش بون یعنی مدخوازن مثلا هر وسا ملت ما مثلا گینجن ما هر وسا مثلا کیف خوش بین جبر لسی هشت حیا مثلا ام بیجن حیا به داوی جی یعنی تشتگی وسا نبو یعنی مدخوازن هیچ بتر مثلا تشتگی وها بینا وکرین هیچ بتر ملت ما وگرگی دا کوام کالب مثلا هر ناب شهید کی خوا ام درک هرین مثلا ناب شهید خوا راکن ام قالب مثلا هیچ بتر کیف خوشی بن گنج خوا ام هیچ بتر قالب خوا خود بکن یعنی وقا مثلا شباب مدید دیا هیچ بتر قالب مثلا ناب شهید ل تیم خوا بکن فریق خوا بکن هیچ قالب اهتمام اب شهید خوا بکن و باش بی یعنی کو او شهید کو هاتین داین سر آخاشنگال ات شنگال ده یعنی او اشبر ما بون یعنی سر ما بون دا ام قالب نیرو رحت ات باندر ها دا تشتی و هادا کیف خوشی دا ام جیان بکن کیف خوشی که بدنا ما قالب ما بگهی نه یک ام قالب بگرم کیف خوشی که بدنا ما شاندین یعنی دیستا مثلا نسکان بیجم حقا هیچ بتر افتش بینا چه کرین و بینا با کرین و هیچ وها بیا ما شاندین سر ناوی شهید هم گله که باشه یعنی ام ناو شهید تشته کی پیروز بیرین و شهید نام بیرین و من دو شو پوانیم از بخیر هاتنا اقناتی وقت کم بخیر هاتنا واجد کم واز اقنات که شان هاتنا بیری هاتن دسته حوالا ساقوین سر ناو شهید حمید دهورا فکرین از جوانیت ازیدی را از دخوازم هر جوانه کی ازیدی بی همو بین اتفاق گل بی دوری دا همو پیر گشن یک اتفاق ما جوانی محمود بیره بونه اتفاق بو پیر هاری کار کنو دوره بکنو پیر خوش بون ام بخیر هاتنا قوان کن دوران لی پیروزی کن مفی جوانی ما اوید خلکیت کنپا بیا ما های او زفری بانا ولات خو آخا خوا اسم بوانا یک جوانی محمود پیر بوانا دستک دستیوان بوا دستک محمود پیر جیان بوران با گلک خوش بو